الاسكندريه مثلا هتكون من ناحيه التخم يعني عامه. مم. يعني انا عايز اعرف ايه بقى اللي مثلا اعرف اذا كان ايه الحاجه اللي مدخلانا والكلام ده كله. انا دايما اكلي قليل يعني ما باكلش كتير ولا الكلام دوت، يعني زي اي حد مثلا بفطر بتغدى بتعشى ما باكلش حاجه تاني. انت صحيا بخير تمام زي الفل. يعني؟ ما فيش اي الحمد امراض؟ لله. ما فيش اي امراض؟ لا والله ولا في اي حاجه. بص يا اخي، لو انت بتاكل كميات اكل قليلة وبتزيد في الوزن، ممكن يكون عندنا مشاكل في الغدد الدرقية. الغدة الدرقية بتاعتنا لو بتفرز كمية هرمونات عالية جدا، يعني لو بتفرز كمية هرمونات عالية جدا الشخص بيبقى نحيف، لو بتفرز كمية هرمونات قليلة جدا الشخص بيبقى تخين. في هرمون كده المسؤول عن الحرق والتمثيل الغذائي في الجسم، ده بتفرزه الغدة الدرقية. الغدة الدرقية بتبقى موجودة هنا في الرقبة على شكل الفراشة، بتفرز هرمون اسمه السيروكسين. بتفرز هرمون اسمه هرمون السيروكسين، لما بتفرز هرمون السيروكسين ده بكميات قليلة جدا، فالحرق بيبقى عندنا قليل جدا، والتمثيل الغذائي بيبقى قليل جدا، وبنزيد في الوزن. فأنا بنصحك تروح تعمل تحليلة الغدة اللي هي تي اس اتش مع التي 3 والتي 4 والفري، أو أنا برشح مثلا تعمل التي اس اتش مع الفري تي 4، من خلالهم نقدر نعرف هل عندنا مشاكل في الغدد ولا لا. دي كده رقم واحد. هناك مشاكل اخرى، يعني ممكن يكون عندنا الانيميا لها دور كبير جدا في، يعني احنا مثلا لو عندنا انيميا ممكن تكون الانيميا سبب رئيسي، زي ما الانيميا برضو سبب رئيسي للنحافة، سبب رئيسي برضو للسمنة. فبرضو أنا حد اهو عندك انيميا، يبقى ممكن الانيميا اللي موجودة عندك ديت هي السبب للسمنة اللي موجودة عندنا. فمطلوب ان احنا نعالج الانيميا اللي موجوده عندنا عشان نقدر ان احنا نعالج المشكله اللي موجوده عندنا اللي هي زياده الوزن والسمنه. تالت حاجه، لازم نشيك على الكبد بتاعنا، نعمل برضو تحليله وظائف كبد، لان لما بيكون عندنا مشاكل في الكبد لازم تبقى عارف ان الكبد ده هي اللي بتخلصنا من السموم اللي موجوده في الجسم. الدهون من ضمن السموم اللي موجوده في الجسم عندنا، فلو الكبد بتاعنا ما بيعملش بفاعليه فبيحصل تراكم للدهون، في منطقه البطن، فنلاقينا برضه بنزيد في منطقه البطن. فبرضه محتاجين ان احنا نعمل وظائف كبد عشان نتاكد ان احنا ما عندناش مشاكل في الكبد. لازم نتاكد من مستويات فيتامين د وفيتامين ب 12 في الجسم، نعمل تحليل فيتامين د وفيتامين ب 12 علشان برضه نتاكد، لان نقص فيتامين د او فيتامين ب 12 بيخلي عندنا ضعف في الحرق والتمثيل الغذائي. فنقص فيتامين د وفيتامين ب 12 يخلي عندنا ضعف في الحرق، فنعمل تحليله لفيتامين د وفيتامين ب 12 علشان نتاكد ان احنا ما عندناش مشكله فيها. دي مثلا وليكن نقدر نقول اغلب التحاليل، هي مش كل التحاليل، هو في تحاليل تانية كتير، يعني ان احنا محتاجين نعمل فحص عام للجسم كله اذا كنا احنا، طيب يعني دي اشهرهم. بص يا دكتور، محتاجك بس تقول لي على الحاجات مثلا اللي هي تخصني انا، مثلا الحاجات اللي اعملها ايه؟ اللي انت تعملها ايه تحاليل والكلام ده. بالنسبة للتحليل، اعمل تحليلة وظائف كبد علشان نتأكد ان الكبد بتاعنا سليم. اعمل تحليل انيميا واعرف لي نسبة الانيميا اللي موجودة عندنا ايه، نسبة الهيموجلوبين اللي موجودة عندنا ايه، او صور لي التحليل وابعتها لي في الواتس، يعني بقى خش لي في الخاص ولا حاجة، ومن خلال ان انت تخش في الواتس تبعت لي وهكتب لك اسماء التحاليل ديت بشكل خاص. لكن برضه اقولها لك هنا، قلنا تحليل وظائف كبد، نعمل تحليل التي اس اتش مع الفري تي 4 اللي هي تحليل الغده الدرقيه، نعمل تحليل صوره دم كامله. ديت ممكن نقول التحاليل الاساسيه اللي ممكن مثلا نبدا بيها نعملها، وان مع تحليل فيتامين د وفيتامين ب 12.